أو مغلقة تجد لاعب هو اللي يكون مفتاح المباراة. تمام مصطفى من هناك الكرة للشبيبة ملعوبة. أول أهداف المباراة عيبوت لمصلحة شبيبة القبائل. عيبوت يفك العقدة ويتمكن من الوصول للشباك في كرة لم نكن نتوقع بأنها صعبة وخطيرة في مرمى الحارس الرحماني. فرحة كبيرة لإنصار شبيبة القبائل للعناصر لاعبين الطاقم الفني في دقيقة 19 وفي دقيقة 20 من المرحلة الأولى. الشبيبة بهذه الطريقة وهذه الكرة. نعم الكرة كانت عرضية من لاعب رضواني ولاعب بلعويدات مش الكرة لكن لاعب ممتازة وبخطة يعني لمس الكرة المدافع. نعم المدافع لمس الكرة نوعا ما لكن في الجهة المقابلة أي في الجهة اليسرى يغلق اللاعب عيبود ويسجل الهدف اللي راهو نضل الهدف هذا اللي راح يفتح المباراة يحرر المباراة. عيبود عدة وضعيات تسلل هو بحاجة إلى لاعب يقول له الذوق يا مشتاق يقدم له كرة أمام المرمى من أجل أن يسجل راسية هائلة ممتازة. ردة فعل من عسلة والهدف التعادل. هدف التعادل من فرحات لمصلحة الموب. كرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء. الموب يستغل الفرصة ويستغل الكرة الأولى كانت من عسلة والثانية أمام المرمى والمتابعة والتعديل للموب في الدقيقة 59 وفي الدقيقة 60. سنشاهد كل ذلك بالعرض البطيء. نعم الكرة كانت عرضية وفي رأس بيترونغالو العسلة بالمرصاد يرجع الكرة الثانية ويتمكن مليك فرحات أنه يسكي الكرة في شباك الحارس عسلة. الكرة كانت بالنيايا في رأس بيترونغال بين لاعبين بين مدافعين. نعم والحارس يعني وقف بالمرصاد الكرة لكن الكرة الثانية كانت في رجل اللاعب فرحات مالك علما أن بيترونغال لم يلمس الكرة الثانية. هاي الكرة الكرة من يايا يحضر في رأس بيترونغال. مالك عسلة في اتجاه الكرة يرجع الكرة لكن فرحات مالك نعم يسكي الكرة في شباك الحارس عسلة.